السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد على قناتكم قناة مالك جرماني. اول حاجه راح نبدا بها الموضوع تاع اليوم. بزاف ناس قالوا لي مالك راك تقولنا ريحوا في دياركم وانت راك برا. انا يا خاوتي خدمتي نقدر نخرج، وما دركا داروا لنا مام في الخدمه ديالنا، داروا لنا ديزوتوريزاسيون، مام دركا راح يصرا كما نقولوا على واحد ان شاء الله واحد الايام بالك راح يغلقوا كلش وممنوع التجوال في الطريق. بالك كما نقولوا لا تغلقت كومبلي، حنا داروا لنا ديزوتوريزاسيون باش نخرجوا بهم من الدار وباش نروحوا نخدموا، باسكو انا خدمتي ما نقدرش نحبسها. كاين ثلاث حوايج في المانيا اللي ما يغلقوش خاوتي وهضرنا عليهم دائما، اللي اكيد ما يغلقوش هما محلات الاكل وكذا، لي بومب ايسونس ولي يخدموا كما نقولوا حنا يبيعوا الدواء، لي فارماسي اللي ما يغلقوش تانك في المان، ولا الخدمات اللي ما لازمش يحبسوا الامن ولي بومبي وهذو الصوالح ما تقدرش تحبسهم. يعني اللي يخدم في المجال تاع الامن ولا اللي يخدم في المجال تاع الاطفاء ولا اللي يخدم في المجال يعني تاع الجيش، هذو ما حوايج ما يقدروش يحبسوا مالغري يكونوش يكون حنايا نبقاو نخدموا. المانيا خاوتي بينت للعالم حاجه بزاف ناس هداو بدات روماركيها، بزاف ناس خاوتي بداو يروماركيو باللي في المانيا عدد الاصابات بزاف، بصح الناس اللي تموت ما كاش ناس بزاف راهي تموت. كيما نقولوا حنايا نتايا في الاف الاصابات يموتوا لك 120 واحد برك، 120 بنادم برك يموتوا. دوك خاوتي المانيا علاش اليوم درت هاد لا فيديو، سي ديستيني للناس اللي راها تستهزا كيما نقولوا حنايا بالوقايه، وراهي تستهزا كيما نقولوا حنايا بزاف صوالح راهي ديرها الحكومات للبلدان ديالها، والناس ما راهاش تسمع الهضره. اما لا يا اخي لك يا اخي كريم اسمع هاد الكلام باش تفهم مليح وشنو هو فائدة الحجر الصحي، وشنو هي فائدة ولا المسؤولين اللي راه يسمع فيها باش يفهم وش معناتها انك تدير اجراءات كيما راهي دير فيها المانيا. المانيا علاش خاوتي صلح لها هذا الشيء، علاش ما ماتولاش بزاف ناس المانيا؟ انا نفهمكم. اول حاجة خاوتي المانيا دارت البوسيبل باش كيما نقولوا جابت عندها ماشينات اللي تاستيو الناس اللي مراض ولا اللي ماشي مراض، غير بدا المرض المانيا خرجت هذه الماشينات. يعني هذه الماشينات ما طولوش وكانوا في المانيا، بعكس ايطاليا يعني حتى الواحد حتى يمرض وتخلع عليه كاع عيتك باش يدوه للسبيطار. المانيا تاعك خاوتي دارت كيما نقولوا حنايا كي تقول للشعب ديالها ما تخرجش برا زوج ما يخرجوش برا زوج بلا ما دير لهم فرض كيما نقولوا حنا تجول وكذا. هنايا في الالمان انا شحال من واحد هكا ننسى هكا نلحق عنده صاحبي هكا الماني ننسى نجي ننوي برك ندير يدي يدير لي هكذا، راك شايف كيفاش؟ شغل الناس شعب يعني ياخذ الراي، هو صح قاعدتي كي الشعب ياخذ الراي، حنايا الشعب ديالنا ياخذ الراي في حوايج اللي يحبهم هو، وحوايج اللي كيما نقولوا ما يساعدوهش ما ياخذش فيهم من الراي، وهذا يا سيتي ان كرون بروبليم. حنا لازمنا كيما نقولوا نكونوا ناس واعيين. دوكا قال لك ما تخرجش من الدار، ما نخرجش من الدار، وقلتها لكم شحال من خطره، كي ما تخرجش من الدار المرض هذايا يبانوا الناس اللي مراض، يبانوا 15 يوم تخرجهم قاعدتي، الناس اللي مراد كاع يبانوا، وإلا بقينا حنا ندورو برا راك عمرك لا راح تقدر كيما نقولوا حنايا تحتوي هذا المرض، بيسك الناس اللي راهي تدور برا ما عندهمش الأعراض تاع المرض وراهم يمرضوا في الناس خاوتي. هاو البروبليم اللي صرا في الطليان. نتايا لقى لك الشباب كاين اللي ما يحسلوش كاع، دراري صغار ما يحسلوش كاع هذا المرض، ما يحسلوش كاع. هو المرض هذا تجيك كيما نقولوا حنايا سعلة جافة، ويجيك كيما نقولوا حنايا حمى. دوك الناس هذوما اللي جاتهم هذه راحوا للسبيطار لقاهم مرض، كاين الناس ما يجوش الأعراض هذه خاوتي، ما يجوش كاع هذا العرض. دونك خاوتي كيما قلت لكم نسيو نسمعوا الهضره هذه تاع نبقى في الدار. وكاين بزاف ناس تقول لك خويا انا كيما كنبقى في الدار من نجيب دراهم ومن كذا، هنا عندكم الحق تاعك. الشعب اللي راه يقول باللي انايا ما نقدرش نقعد في الدار، تاعك انت تقعد في الدار وما عندك شوش تاكل وما عندك شوش تشرب، كاين الناس تاعك ماهيش لاحقه، انا هاد الناس تاعك نوقف معاهم ونعطي لهم الحق. دونك خاوتي الدوله تاعنا لازمها على الاقل الا ماهيش قادره توفر كيما نقولوا حنايا ظروف ملائمه في المستشفيات، تسيي كيما نقولوا تعاون الزوالي، الجيش ما عنباليش ديروا عفسه كيفاش حنايا الناس اللي ماهمش كيما نقولوا لاحقين، الناس اللي ماش تروح تخدم، الناس اللي تخدم عند رواحها، الناس اللي كيما نقولوا حنا يخدموا في لاماسوندري يخدموا في عفايس هكذا، يسيو هاد الناس خاوتي كيفاش يعطوا لهم ما عنباليش انا يديروا لهم حل، يا يدوا لهم ماكله كيما نقولوا حنايا اللي تكفيهم مده الحجر الصحي، يعطوا لهم دراهم يديروا حل. طليان دركا راها راح تبدا تمد لكاع الناس دراهم، كيفاش كاع الناس تريح في في ديارها. الالمان كيف خاوتي، الالمان اللي ما يروحش يخدم يخلص. قال لك خرج قانون تاعك هنايا في الاسبوع اللي فات يمنع منعا باتا طرد المستاجر من بيته اذا لم يستطع دفع الايجار. اللي ما يقدرش يخلص الكرا على جال الكورونا يعني ما قدرش يروح يخدم وما قدرش يروح يخلص الكرا، ممنوع تطردوه من البيت. بصح الالمان خاوتي كي تقول له ممنوع تطردوه من البيت، راي ما تخممش غير على اللي كراي، تخمم على الكاري ثاني، والكاري تقول له انت اروح تشوف لهنايا شحال كان يخلصك
هاوليك حقك. دونك خاوتي لازمنا نوصلوا لهذا، لازمنا انا متمني في حياتي كما نقولوا حنايا حوايج اللي ما نقدروش نديرهم. شوفوا خاوتي كاين حوايج انايا ما نحبش الناس اللي يجي يقول لك انت عم بات لك حاب تقارن لي الجزائر بالالمان. ان قارن لك الجزائر بالالمان في واحد الحوايج، انا مانيش نقول لك اني متمني الجزائر دوكات من غدوه تروح تخدم منها مرسيدس وتخدم منها بي ام دبليو وتوصل الجزائر المستوى تاع الصحه ديالها توصل مستوى الماني. وشنو خاوتي عندنا دراهم، عندنا دراهم، الجزائر فيها دراهم، ديروا قرار كما هاد القرارات تاع لي ريح في الدار يخلص ديروها وراو المشكل يا سيدي، وراو المشكل. 2021 2020 الشعب الدوله الجزائريه وقفت مع شعبها، ما كيما نقولوا حنايا الرئيس اللي راه شادنا دركا ولا الحكومه اللي راه شادنا دركا بالك يهضروا عليكم بالخير العام الجاي. قال فوالا قال الحكومه ودوله وقفت مع الشعب الجزائري وعطات لهم ودارت لهم. كاين حوايج خاوتي اقسم بالله العلي العظيم ما يكلفوش الخزينه الجزائريه بزاف. وشنو تبين لك باللي الدوله ديالك تخاف عليك؟ حنا هنايا في الالمان كي تشوف قرارات هكا تريح في الدار وتخلص انت تحس روحك اصلا كيما نقولوا راك جزائري، راك كيما نقولوا الدم الدم وتكون عندك الجنسيه وعندك كيما نقولوا 200 سنه وعايش لهنا انت تبقى جزائري، انت كيما نقولوا حنايا راك اجنبي في هذه البلاد، تحس روحك كيما نقولوا حنايا الدوله هذه حابه تحميك. راك شايف كيفاش؟ دونك حنا ماذا بينا دوكا لك المانيا دوكا تجاوزت الازمه هذه تاع كيما نقولوا المستشفيات وكلش. دوكا البارح جابوهم بليزيكوبتر، جابوهم من الطليان، جابوهم من الطليان وجابوهم فرنسا، جابوا ناس اللي عندي بزاف مراد هذوك اللي راح يموتوا جابوهم من الالمان خاوتي، جابوهم من الالمان باش يداووا هنايا في المانيا. وكما قلت لكم وكما قلت لكم خاوتي المخبر هذايا تاع كوفاك، المخبر تاع كوفاك راهو ما بقالوش يخرجوا الدواء، والله ما بقالوا يا خاوتي. بزاف عباد شفتهم انايا كي ندير لي فيديو ديالي يخرج يقول لك الدواء هذا مازال والالمان شكون هذه الالمان باش تخدم الدواء هذا وكذا ومنا. اما لا انت تكره مالك جرماني، لاخترش مالك جرماني عايش في الالمان، الالمان دوله عظمى ودوله قويه حب ولا تكره. الالمان راهي كيما نقولوا حنايا في كلش دوله عظمى، في كلش. الطب تاع الالمان ما كاش في العالم كومبلي، المواشن تاع الطب اللي كاينين هنايا في المانيا ما كاش في العالم كومبلي. الحوايج تاع الطب اللي كاين هنا الالمان هنا واصله في النيفو تاع التيشنيش فورشيت، يعني الطب الدقيق. كاينه واحد الحاجه عيطولها يعني الحوايج هذوك لي روبو النانو، النانو السيستم تاع النانو هذاك اللي بلا ما يتقبك يتقبك تبقى ثقبه صغيره ويدير لك كيما نقولوا اوبيراسيون كبيره لداخل. هاد الحوايج الالمان راهي متطوره فيهم بزاف بزاف خاوتي. دونك انا علاش نحب ندير لي فيديو كل ما تخرج حاجه في الالمان هنايا انا ندير فيها فيديو ونوجهها كيما نقولوا للشعب الجزائري ونوجهها كيما نقولوا حنا للحكومه تاع بلادنا. ماذا بيا كيما نقولوا حنايا حنا نتبعوهم في كلشي خويا، نتبعوهم في حاجه تصلح. وكاين حوايج قلت لكم ما يكلفوش الدوله كيما نقولوا حنا، ما رانيش راح نعطيكم حوايج اللي يعجزوا الدوله. دوك خاوتي عاونوا زوالي ريح في الدار، كون ديروا قانون اصلا، كون ديروا قانون باللي اللي ريح في الدار كيما نقولوا حنايا يخلص وكذا ومن حنايا. دوكا انا شتهم داروا واحد القانون في المغرب ام يضربوا في الغاشي في الطريق. صح انت بصح حنايا دوكا من 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 ما نظلموش الشعب هذا. دوك انت ماشي زعما تقدر على الشعب غير بالعصا يا خويا، بصح تدخل الناس اعطي لهم تانك واش ياكلوا، اعطي لهم على بالك. هنايا في الالمان ولا في الطليان ولا كي راهم يديروا هذا الحجر الصحي راهي توقف الدوله مع الشعب. حنا ما نقدرش انا دوكا نعبك شحال ما خطر ندير لي فيديو على الحجر الصحي، خرجوا لي ناس قالوا لي مالك وانا ما عنديش شنو كل ولادي كيفاش نريح في الدار، كيفاش نريح في الدار. دونك خاوتي ماذا بينا الشعب ودوله، وكما نقولوا حنا دوله، حنا دوله، حنا دوله كومبلي يعني راها الشعب بالدوله بالحكومه بالدوله تاعها يوقفوا اليد في اليد باش يحققوا هذا الحجر الصحي. والحجر الصحي خاوتي هو الحل الوحيد باش هذا المرض يروح، باش هذا المرض اللي يروح هو الحل الوحيد. كاين حاجه راح نحكيوا عليها حاجه الحمد لله اللي كما نقولوا ماهمش يحكوا عليها قاعيتك. شوفوا خاوتي انا نحكي على الالمان، مانيش نحكي على بلاد واحده اخرى. المانيا نسبه الوفيات تاعها راهي كيما نقولوا لي مرضوا بالمرض من 100%. شوفوا فيهم 90% كاع يتيك يبراو منه، 90% كاع يبراو منه، 10% اللي ما يبراوش منه واللي يموتوا به والله يرحم اللي ماتوا هما الشيوخ الكبار. علاش الشيوخ الكبار؟ باسك علاش عندهم المناعه ديالهم ضعيفه وعندهم الريه تاعهم ديجا اصلا صرتو اللي كانوا يتكيفوا حياتهم كاع. الدخان خاوتي ايفيتيو هاد الايام، ايفيتيو خلي لي بومو ديالك ملاح، خلي كيما نقولوا حنايا اموال باش الا كيما نقولوا قاسك المرض هذا بعيد الشر ما تعانيش بزاف في لاسبيراسيون، ما تعانيش بزاف
بزاف التنفس لاخطرش هذا المشكل ديالو التنفس تولي ما تقدرش تريسبيري هكذا خاوتي. دونك نسيي كيفاش ناخذ الراي نسيي كيفاش نريح في الدار ما عنديش واش ندير نريح في الدار حبسوا القسره هذيك تاع الضحك تاع رارات شويه داكوش من كورونا ما معني شوف انا نحكي مع ناس متقفين ولا راك تشوف فيا انت انسان ما قريتش وانسان تاع راسك وانسان تاع غوستو تاع خلوي نروح نعمر راسي مع صاحبي ما يمس لي يدي من مسلو يدو من الاخر تما هكذا باش كيما نقولوا نحكي مع راني نحكي مع كاع فئات الشعب الجزائري انا مانيش حاب ندخل لكم في العادات ديالكم ولا نقول لك هذا يصلح وهذا ما يصلحش. الشعب الجزائري بالعقل بالطبيب بلا مافيا بالحقار باللي تحقر بكلكم كاع شعب الجزائري فئات كاع اي دومان تراك فيه ما نمسش بيدي ما نتمسنيش نريحوا نقصروا كيف كيف نعمروا ريصانا كيف كيف ما تمس لي يدي من مسلك يدك يعني هذا هو الشيء. حنا خاوتي علاش شفت واحد الحاجه في الجزائر شفت باللي الناس اللي تاخذ الراي تاع الحجر الصحي زعما هي الناس المتقفين والناس هذاك اللي مسكين هو ماشي متقف وبلاك ما يفهم فيها والو وكش الانسان مشنقل قاعد يقول لك يا ولدي واش من كورونا يا خويا راني نحكي معك انت اللي تقول واش من كورونا شتهم انا مساكن في السوق هكذا يخدموا يبيعوا الخضره وكذا شغل ما عندهمش وعي هكذا يا خويا راني نحكي معك انت لا تخاف على يماك تخاف على باباك ما نخمسش ما نسلمش اللي يديروا الشمه احترم نفسك عارف كيفاش تشم عارف كيفاش تشم عارف كيفاش تشم مانيش حاب ندخل في هذا السوجي باسكو السوجي تاع الشم هذايا تاع نكره راه حكايته حكايه نعرف خاوتي كيفاش نتعامل مع الناس حتى ونكون انا انسان ماشي مثقف حتى ونكون انا انسان ما قريتش حتى ونكون انا انسان كيما نقولوا حنايا ماشي تاع هاد الفكره هاد الكلام الكبير انا نحكو بالدارجه انا لي فيديو ديالي بالعاني نديرهم بالدارجه هكا باش كيما نقولوا حنايا نفهموا بعضنا وتهلاو في روحكم بزاف بزاف خاوتي. مالك جرماني كان معاكم يكون كاش فيديو جديد ان شاء الله. الى راك مابوني في لاشان ابو راك تلحقك الفيديو اللي ما راهش مابوني في لاشان يابوني باش يلحقوا غير جديد ان شاء الله. تهلاو في روحكم بزاف بزاف السلام عليكم.